مساء الفل. فيلم الفلوس لتامر حسني قرب نزوله، يعني تقريبا كمان اسبوعين، وكنت عايز ادخله في برنامج تذكرة سينما ان انا اعمل له يعني معلومات عنه وكده، بس لقيت انه يعني الفكرة متأخرة، لان انا في برنامج تذكرة سينما بعمل عن افلام لسه هتنزل، وافلام لسه بتتكتب، وافلام لسه يعني في الازرق ثلاثة عملت عنه يعني. الميزة في الفيلم ده هي الذكاء، معرفش بقى من تامر ولا من الشركة المنتجة ولا منين، ان هم اجلوا عرضه. دي كانت حركة كويسة جدا، وكانت حركة ذكية قوي، لان لو كان نزل مع خيال مآتة ولاد رزق والفيل الأزرق كان هيتاكل، وما كانش يعني هيتاكل، يعني كان ما كانش هجيب ايرادات خالص، ما كانش هينجح، وخصوصا الفيلم تقريبا مش يعني ما اعرفش من التريلر كده مش قوي هو، بس مفيش غير الصورة، الكواليتي، الاخراج لسعيد المروق كالعادة، يعني لان شفت له فيلم قبل كده 365 يوم سعادة بتاع احمد عز، الصورة والديكور والحاجات اللي هي التقنية يعني والكلام ده كانت حلوة قوي. فتقريبا نفس الفكرة في فيلم تامر حسني الجديد. الفيلم من بطولة تامر وزينة وخالد الصاوي. على فكرة خالد الصاوي كان دوره كان مكان دوره عزة ابو عوف الله يرحمه، طبعا من الناس اللي انا كنت بحبها قوي، لانه كان شخص محترم جدا في الحقيقة، ومش هقول نادرا بس مش كتير تلاقي شخص ممثل او فنان جنتل قوي في الحقيقة، يعني ممكن قدام الناس، يعني ممكن قدام الجماهير، انا بتكلم في الحقيقة، دي مش معنى ان انت شفته، انت ممكن لو شفته في الشارع مثلا اكيد هقول لك اهلا وسهلا، لكن لما تحتك معايا في شغل او لما تحتك معاه في حاجة انت بتشوف بقى حقيقته خالص، يعني حقيقته اللي هي اللي هي شخصيته الحقيقية، لانه في شغل مش قدام فانز، يعني انا ما كنتش حد من جماهيره، انا كنت حد شغال في قناة وهو كان في قناة تانية، وقابلته في الدور اللي تحت كان في بدنة الانتاج الاعلامي بس، وقابلته وسلمت عليه وكده واتكلمنا شوية، ما اتكلمناش قوي يعني، بس في كام حاجة كده في وقتها، الكلام ده من 9 سنين يعني، بس الشخص كان قمة في الاحترام وحد بسيط جدا والكلام ده كله. بس كان عزت ابو عوف مكان كان اللي خد دوره خالد الصاوي هو كان عزت ابو عوف. وقصة الفيلم بصراحة انا ما ركزتش فيها قوي، لكن بتدور حوالين الفلوس، وان الفلوس بتغير ممكن، وبتوصل ناس لمكانة بغض النظر بقى عن مستواهم الاجتماعي، يعني تقريبا يعني الفكرة حلوة ورسالة، بس هل الرسالة دي تستطيع ان احنا نعمل فيلم كامل؟ معرفش. اتمنى الفيلم ينجح، لان عجبني الخطوة بتاع تأجيله، وكان نفسي اللي يتأجل برضو خيال مآتة لو كان يتأجل كان كسر الدنيا، برغم انه مش فيلم كوميدي، وكان اتصنف يعني خيال مآتة كان ليه خطة كده، ايه خطة تسويق اللي هي ايه، ينزل راس السنة ينزل التريلر من شهر اول 12، يعني شو على مدار شهر كامل الاعلانات تنزل بتاعت خيال مآتة، يبان للناس ان هو مش كوميدي عشان الناس ما تخشش تتفاجئ، كان كسر الدنيا، كان جاب اعلى ايرادات، يعني كان جاب اعلى ايرادات السنة دي، لكن ما اتعملش ده صح، هوبا هوبا يلا وصباح الكروات، فنزل جاب 40 مليون جنيه، وده رقم يعني، بس مقارنة ب 100 مليون و 100 مليون تانية للفيلمين التانيين لا ولا حاجة، واحمد حلمي يعني بقى له 3 سنين ما نزلش والكلام ده، فكان نفس الخطوة دي تتعمل اللي اتعملت في فيلم الفلوس. فنتمنى التوفيق لفيلم الفلوس وانه يجيب فلوس. وفي تامر بعد كده ليه فيلم مش انا هيصوره المفروض، وبعد كده البدلة 2، واتمنى انه ما يصوروش لانه مش خطوة
مش خطوه ناجحه الا اذا لو انت كنت صورت بدله 2 دلوقتي، لو كان نزل دلوقتي حلو، لكن هو يعني هو مش الجزيره يعني عشان تنزلوا لي كمان 3 سنين ولا سنتين، فمش خطوه حلوه. عموما خلينا نشوف الفلوس، الفيلم يعني مش الفلوس، الفيلم الفلوس هيعمل ايه ومستوى النجاح هيبقى عامل ازاي. لو عجبك المحتوى سواء رأي سواء فيديوهات سواء اي حاجة، اشترك في القناة وفعل الجرس، اتشرف بيكو دايما. ولو بتحب تعرف الافلام الجديدة بتاعت 2020 تحديدا و 2021 والله، خش عندي على البلاي ليست وهتلاقي برنامج اسمه تذكرة سينما، ده معمول بشكل كامل العبد لله يعني، وفي معلومات كويسة وبشكل مختلف شوية.